قلت عساك تقبلني، فما بالي أرى ذنبي وأيامي تطاردني. مددت يدي فخذ بيدي إليك ومنك يا رباه، ومن طول النوى أواه. قديش بدك تضلك بعيد عن الله؟ ومن طول النوى أواه، حيائي منك يبعدني، وداعي الشوق يدعوني، ووجه الصفح يخجلني ويقتلني ويحييني، وأيامي تقاضيني على ما تاه يا أسفاه، ومن طول النوى أواه. على عيني بكت عيني، على روحي بكت روحي، هواك وبعد ما بيني وبينك سر تبريحي. على عيني على روحي فوا غوثاه واغوثاه، ومن طول النوى أواه. أيها الإخوة، متى سيصير لك علاقة خاصة مع الله؟ متى سيصير بينك وبينه حديث؟ متى تخلو به إن لم يكن في رمضان؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله، وكان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل. الكمال البشري في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، وتركه مرة في سنة ما اعتكف فقضاه في شوال، واعتكف مرة في العشر الأول ثم الأوسط ثم العشر الأخير يلتمس ليلة القدر، ثم تبين له أنها في العشر الأخير فداوم على اعتكافه حتى لحق بربه عز وجل. وكان يأمر بخباء فيضرب له في المسجد، وكان يعتكف كل سنة عشرة أيام، فلما كان في العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما، وكان يعارضه جبريل بالقرآن كل سنة مرة يدارسه، فلما كان ذلك العام عارضه به مرتين، وكان إذا أراد الاعتكاف صلى الفجر ثم دخل معتكفه وحده. يجعلون للنبي صلى الله عليه وسلم حجرة في زاوية المسجد بحصير، فيدخل إلى مكان اعتكافه وحده يخلو فيه بربه عز وجل 10 أيام، يخلو بالله، يطلع إلى صلاة الجماعة ويرجع إلى المعتكف.